السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم ويوم جديد مع منشط. النهاردة الخميس 8 هطور 1739 23 ربيع تاني 1444 17 نوفمبر 2022. كان في كتير من الناس أو يعني بتكلم بقى على الاحتكاك اليومي اللي ما بيننا وما بين المواطنين، وحضرتك مثلا ما تروح أي محكمة أو أي، وخصوصا في الموضوع بتاع محاكم الأسر ده، كده بتلاقي في يعني نبرة كده احنا في قضية متأخرة، في بعض الحاجات لازم يتم الإسراع بيها، حاجات من هذا القبيل. ده في قضية منظورة بقالها كام سنة مش عارفين لسه التداول بتاعها امتى، لازم نسرع في الإجراءات دي وهو الآخر. ورجل الشارع بيتكلم في هذا الأمر. عجبني النهاردة تصريح كان سيادة الرئيس قبل استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، وكانوا كان الحديث حوالين التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بتاع الدولة أو التقاضي بالدولة، سرعة الفصل بالظبط كده زي ما بقول لحضراتكم. هذا الأمر كان محط أو كان إجراء رئيسي أو موضوع رئيسي للكلام ما بين سيادة الرئيس والسيد وزير العدل، كان سرعة الفصل في القضايا المتداولة أمام المحاكم. قال لك قبل الرقم ده لازم ناخد بالنا منه كويس جداً، لأنه ده تحية احترام وتقدير لكل القضاء، وتحية احترام وتقدير لوزارة العدل. لما لاقي الأمر إن إحنا عندنا قبل 2021 كان عندنا 309 ألف قضية خاصة بالأسرة متداولة أمام المحاكم. نقول الرقم تاني، كان عندنا 300 قبل 2021، يعني في سنة واحدة، في عام واحد تقريبا او عام وشهرين تقريبا، تم خلي بال حضراتكم الفصل في، كان عندنا 309 الف قضيه، تم الفصل في 309 الف وتسعمية. باقي من القضايا دي كلها 100 قضيه، باقي من ال 309 الف لسه بيتم النظر فيهم، ده في عام وعام وكسر، يعني عام وشهرين، يعني سنة وشهرين، سنة وثلاث شهور. خلي بقى حضراتكم تاني ان حضراتكم احنا بنبقى يعني متضايقين انه احنا كمواطنين انه في قضية انا رفعها بقالي كذا، وخصوصا في القضايا الخاصة بمحاكم الأسرة. فالرئيس بنفسه تابع زي ما الصحف بتقول النهاردة وبتقول بكرة جهود تطوير منظومة التقاضي، ولم يكتفي هذا الأمر، وفي توجيهات لإتاحة فروع جديدة للشهر العقاري. خلي بال حضراتكم انه القضاء اللي ليهم كل احترام وتقدير وهم عدل الله على الارض، يعني بيطبقوا عدل ربنا على الارض، هؤلاء قاموا بجهد يعني فوق الاحتمال في السنة اللي فاتت عشان يخلصوا تراكم القضايا اللي كانت قبل كده، اللي هو زي ما بقول لحضراتكم تاني بخصوص الأسرة أو القضايا الخاصة ب أو القضايا بتاعة الأسرة والمتداولة في المحاكم، كان عدد القضايا تاني الرقم 309 ألف قضية، 309 ألف، تم الفصل فيه 308 ألف وتسعمية، باقي 100 قضية فقط، 100 قضية في عام وكم شهر كده. فأرجع أكرر تاني كل الاحترام والتقدير للقضاء، كل الاحترام والتقدير لوزارة العدل، كل الاحترام والتقدير للعاملين في المنظومة كلها بقى، حتى احترام وتقدير لسيادة النائب العام والمجموعة. يعني ما هو انت ما تيجي تبص للمسألة، الموضوع مش متوقف على يعني جهة معينة أو محكمة معينة أو دائرة معينة، لا لا، كل القضاء في هذا الإطار. كان سيد وزير العدل بيتكلم في هذا الأمر برضو، وخصوصا منذ تولي المستشار عمر مروان، وأنا فاكر أكتر من حوار كان سيادته بيتكلم في هذا الأمر. فالموضوع الحقيقة يعني وأنا بقرأ الفيصل في هذا الأمر، لا يعني 309 ألف قضية متداولة قبل 2021، متبقي منها 100 قضية فقط. الرئيس وجه بسرعة إنهاء قضايا المواطنين لتحقيق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي. على مدار عامين انتهت لجنة الإصلاح التشريعي من تنقيط القوانين وتصفية منظومة قوانين الدولة
ليصبح عددها 618 قانونا من اصل 17,049 قانون. نيجي معلش الرقم ده تاني، الرقم ده تاني، عندي عدد القوانين لمنظومة القوانين اللي في الدولة كان عددها 17,049. نخلي بالنا من الرقم تاني، 17,049 ده قوانين كتيرة قوي، بس 17,049 دول اتحولوا ل 618 قضية أو 618 منظومة بس أو 618 قانون بس، من أصل كام؟ من أصل 17,049. يعني نقول 17,000، 17,000 دول لا لازم نعيد من ونعيد هيكلة القوانين من أول جديد. ال 17,000 دول بقوا موجودين في 618 قانون فقط، من 17,000 ل 618، من 309,000 قضية خاصة بالأسرة إلى 300 إلى 100 قضية فقط. يعني من 309,000 حلينا أو المحاكم أو المستشارين والقضاء حلوا 308,000 أو فصلوا في 308,900 قضية، فاضل 100 قضية واحدة. في تقرير معمول في هذا الإطار، تعالوا نسمعه ونرجع لحضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها خاصة في محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي 309,000 من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021، والتي أصبح يتبقى منها حوالي 100 قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم. وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره لجهود السادة القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، والتطلع إلى الاستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي. كما استعرض المستشار عمر مروان نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية، والذي استمر طوال سنتين، وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو ساري منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤها، وأيضاً ضم أي تعديلات إلى القوانين الأصلية لها، حيث أسفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها 618 قانوناً من أصل 17,049، والاتفاقيات الدولية تبلغ 1,997 من إجمالي 4,366. مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلي مع تلك القوانين، يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضاً أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، لا سيما محكمة الإسكندرية الابتدائية، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقر المحاكم، فضلاً عن سرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال الخاصة بتطوير مجمع محاكم الجلاء، وكذلك تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخي لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية، إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وتابع السيد الرئيس كذلك جهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء،
وذلك للاستعانة بهم في قضايا ازدراء الأديان، فضلاً عما يتم من تأهيلهم من الناحية القانونية للتعرف على أركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى. كما استعرض السيد وزير العدل جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم. زي ما قلت لحضراتكم، ده تطور كبير جدا في المنظومة بتاعت وزارة العدل، واللقاء النهاردة بتاع سيادة الرئيس يعني من ضمن الحاجات أنا شخصيا اللي بيبقى تدوينها عبارة عن تأريخ للتطور اللي بيشهده وزارة العدل والتطور اللي بتشهده بعض المحاكم وبعض الإجراءات اللي هتبقى موجودة في الشهر العقاري والآخر. أتمنى لهم التوفيق في هذا الإطار. هنتكلم في قضية بالراحة كده وما ناخدش الحاجة، يعني إيه، نحاول بقدر الإمكان نوصل المعلومة بالصورة المطلوبة. أنا لا عايز شو في هذا الأمر ولا عايز إنه الناس تاخد خبر ترند، لا عايزين بس نفهم الموضوع رايح فين وجاي منين. في موضوع زراعة الأعضاء، وفي جدل كبير حواليه الفترة اللي فاتت، وفي من 2010، خلي بال حضراتكم تاني من التاريخ، من 2010 في موافقة للأزهر وموافقة للكنيسة على فكرة زراعة الأعضاء، وإنه زراعة الأعضاء النهاردة، يعني النهاردة وأنا بكلم حضراتكم النهاردة الخميس، كان في مؤتمر كبير حضره السيد وزير الصحة، حضره الدكتور مجدي يعقوب، في كتير جدا من خبراء وجراحي زراعة الأعضاء في مصر، عملوا حاجة أو دشنوا حاجة اسمها الجمعية المصرية لزراعة الكبد. الجمعية المصرية لزراعة الكبد، العنوان بتاعها فرصة تانية للحياة. عارفين حضراتكم طبعا الفترة اللي فاتت عملية نقل الأعضاء وزراعة الأعضاء ونقل الأعضاء من المتوفى إلى الشخص السليم. الفكرة اللي بتقوم عليها الجمعية دلوقتي، الجمعية المصرية لزراعة الكبد، بتقوم دلوقتي على إيه؟ مساعدة 70,000 مريض مصري في حاجة ماسة لجراحات زراعة الأعضاء حتى عام 2030. يعني أنا بتكلم في 8 سنين جايين محتاج زراعة أعضاء ل70,000 مصري على الأقل. ده حدث، حضراتكم هتقولوا ايه يعني، ما احنا سمعنا الكلام ده قبل كده. لا، اللي حصل النهاردة ده حدث استثنائي. في ناس في الفترة اللي فاتت وحضراتكم عارفين بعض المشاهير طلعوا وقالوا انه احنا، انا كتبت وصية انه قبل ما بعد ما اموت انا اعضائي متاحة تنقل للاحياء او لمن يحتاجها او لاي مريض. على فكرة هو ما قالش لاخويا ولا ابويا ولا امي ولا قال لاي حد، فهو واهب هذه المسألة برغبته جدا قبل ما يموت وكاتب في وصيته هذا الأمر. بعض الناس قالت أنا في البطايق بقى ولا آخره، اللي هي البطاقة الشخصية ولا آخره، إحنا نحط علامة كده أو نحط توصية كده أو نحط، طبعا البطاقة أنا بتكلم عن البطاقات الجديدة، يعني إنه يعني في إطار الوعي المجتمع للقضية وفي إطار إنه نحلحل شوية المشاكل الموجودة في المجتمع بخصوص موضوع زراعة الأعضاء، فيتكتب في البطاقة هل هو موافق على زراعة الأعضاء أو هو ممكن أو حاجة في هذا القبيل. يعني الموضوع أثار جدل كبير، وفي ناس طبعا قالت لك ده ضد الدين وضد الحياة وضد البتاع، وفي ناس قالت لك لا يجوز، وفي ناس، لكن الأزهر والكنيسة من 2010، يعني أنا بتكلم دلوقتي على 12 سنة، هم موافقين على هذا الأمر، والمجتمع والمتخصصين وكبار يعني الجراحين في هذا الامر بيحاولوا ان هم يوصلوا ل بيسموه كده حلحله او خلخله الرفض اللي جوه المجتمع في هذا الاطار. يعني احنا عايزين حوار مجتمع، انجاز التعبير، حوار مجتمع حصل، لكن خلوني اخد الملف كده بالاطار بتاعه، لانه البدايه الحقيقيه لزراعه الاعضاء في مصر
كانت 1978. هذا الرجل هو عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ومن رواد زراعة الكبد في مصر، وهو رئيس جامعة عين شمس. يعني 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 عايز أقول لحضراتكم إيه، خبرة رائدة في هذا الإطار. وأنا سمعته الحقيقة أكتر من مرة بيكلم زملائي في برامج أخرى، وكان بيكلم بكل هدوء عشان يفهم حضراتكم الموضوع رايح فين. دكتور محمود المتيني، عميد رئيس جامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، وزي ما قلت لحضراتكم كده ده رائد من رواد زراعة الكبد في مصر. برحب بحضرتك يا دكتور، ازاي حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك يا فندم. الكلام يعني المقدمة اللي أنا قلتها دي، هل يعني في إمكانية إنه الموضوع يتحلحل ويوصل للمواطن العادي والمواطن العادي يتقبله، فكرة نقل الأعضاء من المتوفى إلى الـ إلى الـ إلى الأحياء اللي محتاجين زراعة أعضاء، وخصوصا في زراعة الكبد؟ هل الموضوع حضرتك بتابعه فيه شوية قبول من جانب المجتمع؟ اولا بشكر سيادتك على الاستضافه وعلى المقدمه يعني الوافيه اللي سيادتك تفضلت بيها. زراعه الاعضاء من او الكلى، هي في مصر بتزرع عضوين فقط، الكلى والكبد، لان هم المتبرع الاحياء، واحنا في مصر حتى الان لا نزرع الا المتبرعين يكونوا متبرعين احياء. المتبرع المتوفي، ولانه جهز في قانون فبراير 2010 اللي هي الشرف كنت من اللجنه المنظمه يعني والثابت فيه 15 سنه قبل ما يطلع. تمام. اجاز الزراعه بكل انواعها سواء كان متبرع حي او متبرع متوفي، اخذا في الاعتبار ان العمود الفقري لزراعه الاعضاء في العالم 97-98% من زراعه الاعضاء في العالم قائمه على المتبرع المتوفي الحديث اللي هو لا يجرى في مصر، و 2-3% في العالم هو اللي بيجرى من متبرع حي. وده اللي بنعمله بنسبة 2% في مصر، وبالتالي لا نزرع غير الكبد. لا نزرع خلاف الكبد الا الكبد والكلى، لان هم دول الكبد والكلى بس، منهم من متبرع حي. ما اقدرش اخد قلب من متبرع حي، ما اقدرش اخد رئه من متبرع حي الا في اضيق الحدود. ممتاز. يعني انا ما عنديش زراعه قلب ولا زراعه كبد وكلى فقط. يعني كبد وكلى بس فقط. عشان هم دول اللي يصنعوا من المتبرع الحي. الكلى بدات في السبعينات او اوائل الثمانينات 1978. والكبد بدا لاول مره في برنامج منتظم في 2001، وكان لنا الشرف يكون من اوائل. تمام. على مدار ال 22 سنه اللي فاتوا عملنا في مصر حوالي 5000 كبد، واكثر من حاجه و20000 23000 حاله. ما هي في حوالي 14 مركز لزراعه الكبد، ده كتير شويه الحقيقه، يجب اعاده النظر في الاعداد، لان يجب ان الاعداد تكون اقل من كده عشان نركز على المراكز ذات الكثافه العدديه، عشان بناء الخبرات واكتساب الخبرات بيحتاج لنا كامله. يعني المركز اللي بيعمل حالات صغيره لا داعي للثبات، اما المركز اللي بيعمل حالات كثيره هو اللي لازم. ده اللي حصل في الغرب، بيجمعوا المراكز دلوقتي من البلاد الكبرى، بدل ما يكون في 3 و4 مراكز في المدينه اصبحوا مركز واحد، تكثيف العدد والهاي ترافيك زي ما بيقولوا، تقدر تبني فيه الكوادر وتبني فيه الخبرات وتعمل منه البحث العلمي. زراعه الاعضاء ما هياش مجرد حاجه للعلاج، العلاج ده رافض من الرواسب. زراعه الاعضاء هي ممارسه قائمه على البحث العلمي وعلى بناء الكوادر. المؤسسه اللي بيحصل فيها زراعه الاعضاء والكبد بالذات لانه معقد شويه، بيحتاج تخصصات متداخله كثيره، بترتفع مستواها من اول البنيه التحتيه الى بنوك الدم الى المعمل الى الاشعه الى التخصصات البدنيه، فالممارسه كلها الى التمريض الى مساعدين التمريض الى الفنيين، فالممارسه كلها بترتقي علشان تقدر تواكب ما هو مطلوب في هذه الممارسه. من مميزات زراعه الكبد والبحث البحث العلمي المصاحب له، سواء البحث العلمي الاساسي او الكلينيكي، ثم يجي العلاج. طب احنا في مصر ليه بنعمل متبرع متوفي فقط؟ هل هناك موانع؟ الحقيقه كان زمان في طبعا معارضه زي كل على فكره مجتمعات العالم مش مصر بس، مرت بهذه المراحل. تمام. ولكن اعتقد دلوقتي بعد ما الفراشات اللي قعدنا فيها 20-30 سنه ليس هناك اي موانع ولا عائق ديني. الدين الاسلامي احنا قعدنا 10 سنين مع الازهر وخلاص تم التوافق مع الكنيسه القبطيه. 2010 القانون طلع اباح هذا ولكنه لم يفعل. ايوه تقدر تقول مجتمعيه ثقافيه
حضرتك كل واحد فينا لما حد من زاويه او من اهله عندنا احنا حكايه تخبيص الجسم من عاده فرعونيه قديمه. اليابان على فكره وهي بلد متقدمه جدا وكوريا عندها نفس المشكله رغم تقدمهم وما عندهمش دين لا مسلم ولا مسيحي ولا حاجه. الموضوع ليس له اي دخل بالدين ولكن هو بالثقافه والعادات والتقاليد اللي لا يجب ان تدمرها او انك تقلل من شانها. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. عايز يبتدي انا الوقت اللي انا ابتدي ابتدي بحاله بخمسه بعشره مش لازم ابتدي يبقى في نقاش عشان ابتدي بألف حاله في السنه. ما حدش قال كده. نبدا بحالات قليله وكل حاجه بالثقه بتبنى تدريجيا زي ما بنينا الثقه في المتبرع الحي. احنا في بدايات المتبرع الحي. هو ايه مشكلتنا يا فندم في الموضوع؟ يعني ايه يعني يا فندم هو مشكله قناعات. قناعات مجتمعيه وثقافيه يجب ان نقبلها. يعني هو المشكله ان المواطن يعني لسه وانا بكلم حضرتك دلوقتي يعني بعض الناس اللي انا اعرفهم كويس قالوا لي ده سوق سودا ده يبقى فيه تجاره ده فيه سمسره مين اللي قال الكلام ده؟ وبعدين في افلام اتعملت قبل كده يعني واحد بيقول لي في ست افلام اتعملت قبل كده عن زراعه الاعضاء ولا اخره وجوه مستشفيات كبيره وفي يعني هو بيقول انه او المواطن العادي بيقول ان ده بيعرض الانسان مننا يعني ما فيش ثقه قوي في فكره الضوابط المنظمه لهذا الامر وحتى جوه المستشفيات هو مش واثق او ان الحاجات دي المخاوف دي تتزال ازاي. اللي بيقول كده يا فندم هو اول من هيعي او هيجي له فشل كبدي او كلوي هيقول لك ازرع لي كبد وكلى وانت ليه سايبني كده. هذا الكلام كلام غير صحيح. الافلام اللي انت بتتكلم عليها دي دراما لا ترقى غير انها تكون دراما في حيز الدراما وفي النطاق ده لا ولا نحمل اكثر من طاقتها. الغرب اللي بيزرع الاف ومئات والاف الحالات سنويا طلع فيه فيلم كوما زمان وافلام اجنبيه على هذا. الجريمه موجوده في كل حته لكن الاساس و 98% من الممارسه دي هي ممارسه شفافه ممارسه ساميه جدا قائمه على الايثار. يعني حب ان لما حضرتك بتتبرع سواء كنت حي جزء من كارثة او كده حاجه ومن احيا نفسه فقد احيا الناس جميعا. بس انا فعلا يا فندم انا كنت بشوف يعني ده اسمى الممارسات. انا يعني تتبرع وانت متوفي وان ده سمو اكثر واكثر لان كده كده هذا الجسم هيروح يعني هيتحلل وخلافه. فتصور سيادتك ان المتوفي حديث لما يقول المتوفي حديث ممكن يحيي 8 مرضى بكبد واثنين رئه واثنين كلى وعمليه في منتهى اقول عليها ايه الاناقه زي اي عمليه اخرى ومنتهى الاحترام ومنتهى التسجيل وبناخد منها الاعضاء اللي ممكن نشيلها اللي هم الاعضاء الحيويه الاساسيه وتزرع لسبع او ثمان عيانين كانوا على شفا الموت. فايه في يعني سمو وترفع وعطاء اكثر من كده. اما بقى ان يحصل في ممارسه سيئه زي انتك يعني ذكرتها ودي ممكن تحصل في بلد في الدنيا ده في ممكن في المتبرع الحي اللي هو في بيع وشراء. اما المتبرع المتوفي لا يعرف هو اثناء حياته بيقول انا هتوفى عائلته ما تعرفش الاعضاء دي هتروح لمين ولا اللي جاله الزرع فين يعرف العضو جاي منين. في لجنه مركزيه في كل دوله تنظم هذه الممارسه ما بين المراكز الاتفاق ذات الخبره. طيب لو واحد بيسمعنا دلوقتي والفكره رأيت له وعايز يتبرع بعد وفاته يعني يعمل ايه؟ يعني ايه الاجراء اللي بياخده المفروض؟ القانون بتاع 2010 قال اثناء حياته عينه يكون في دون هذا في اي ورقه رسميه او في الشهر العقاري. ده الحقيقه يمكن يعني ما ينقص القانون شويه وكل ما فيش قانون مثالي زي ما حضرتك عارف وما فيش قران احنا بنحب نعدل القوانين كل شويه. ده محتاج تعديل ان هو لان الشهر العقاري كانت صعبه جدا على الناس. هناك عشرات الناس راحت الشهر العقاري وكلموني وجدوا صعوبه شديده جدا ولكن هناك ناس نجحت فيها لكن بصعوبه. فاحنا عملنا خطاب للسيد وزير الداخليه بنطلب منه كلامنا عليا وكانت مسؤولين وناس خبره في هذا الموضوع ان احنا نحذو حذو الغرب في هذا وان يتكتب في حاجه زي الرقم القومي ارغب او لا ارغب. ده في البطاقه؟ ومن لا في البطاقه يا فندم؟ يعني انتوا طلبتوا رسميا من وزاره الداخليه هذا الامر؟ ايوه وهذا بيدرس حاليا. طيب بص يا فندم معلش ده اجراء مهم لانه حضرتك بتتكلم فيه يبدو ان احنا مجموعه قوانين هنركنها على جنب في اجراء واحد
بالظبط اللي هو حضرتك بتتفضل بيه دلوقتي، يعني انت وزاره الداخليه دلوقتي. انا عايز اقول اتفضل. الناس كلها قالت لا ارغب، كل الاحترام والتقدير، نبتدي بلا ارغب. هيتكتب ايه في البطاقه؟ يعني ترغب في نقل اعضائك الى متوفى الى بعد وفاتك قصدي؟ ترغب في التبرع باعضاء. يعني تتكتب كده يا فندم، ترغب في التبرع باعضائك، مكتوب ارغب او لا ارغب. بس كده فندم. ده حضراتكم طلبتوها كلجنه عليا، طلبتوا من وزاره الداخليه هذا الامر، وده يدوم في البطاقه. عشان نسهل على الناس انها تعلن عن رغبتها اثناء حياتها. طيب وزاره الداخليه قالت هندرس الامر. بتدرس حاليا. بتدرس. طيب معلش في الاطار ده. ده بالنسبة للي بيعمل بطاقة جديد، ولا اللي عايز يعمل بقى يعمل يعني يرغب في التبرع بأعضائه يروح يطلع بقى بطاقة جديدة أو يعمل بطاقة الاثنين يا فندم. اللي الاثنين. بيطلع جديد هيبقى عنده هذه إن شاء الله، يعني يبقى عنده هذا الخيار. واللي حاليا لسه ما جاش وقت التجديد، ولكن لما يطلع التشريع ده أو القرار ده أيوه شايف إن هو عايز يروح يغير. الاثنين هيبقوا متاحين. طب لو واحد كتب في البطاقة لا أرغب وبعد وفاته أسرته رفضت. سؤال وجيه جدا. الله ينور على حضرتك. طب كويس الحمد لله. بص يا فندم، قانونا المفروض طالما أن أرغب أنا الحق في كل حتة في العالم. لما أنا كنت عايش في فرنسا في 1993 كان القانون هناك كل الناس تدي غصب عنها، مش حاجة لا إلا اللي يقول العكس وهو عايش أنا مش عايش. كنا مع اننا من حقنا ناخد، كنا بنحترم راي العائله. أيوة. يعني العائله اللي تقول لا نحترم الراي. ليس قانونا، قانونا من حقي كفريق طب، ولكن لكسب ثقه المجتمع والناس اننا بنحترم اراء ومشاعر ورغبات المريض وعائلته. وعائلته. وتخليك تكبر قوي في عين المجتمع، تعرفوا ان احنا مش مستعجلين على حاجه، احنا عايزين مصلحه المجتمع. عايزين الايثار وان التكافل وان كل يدي الكل. تمام. والله لو في ناس معينه لسبب ما نفسي قناعات مسلم ايا كانت رافضه، لازم نحترم رايها. حتى لو هناخد وقت اطول شويه. طيب يعني معلش اكد مع حضرتك تاني. لو شخص كتب في بطاقته انه يرغب في نقل اعضاء او التبرع بالاعضاء وكتب ارغب وتوفى خلاص، جت اسرته قالت لا احنا مش هنمشي في هذا الاجراء، من حقهم يرفضوا ولا مش من حقهم؟ قانونا مش من حقهم. تمام. لكن رايي الشخصي وخبرتي وما مارسته في بلاد اخرى هو اللي احنا نحترم راي العالم. تمام. وحضرتك انا كتبت دلوقتي ارغب وتوفيت، وجت اسرتي دفنتني وخلاص وكل شيء راح وخلاص ودفنتني واول اخر، انتوا حضراتكم بقى بتعرفوا منين ان انا كتبت ارغب او لا ارغب؟ مكتوب في البطاقه. ما اسرتي دفنتني خلاص، البطاقه موجوده يا فندم قبل الدفن. يعني حضراتكم اللي بتجروا ورا هذا الامر. وحضرتك في المستشفى. المريض بيموت في المستشفى. تشخيص الموت الدماغي لا يحدث الا في مكان واحد، الرعايه المركزه في المستشفيات العامه الثقافيه، مفيش مكان ثاني للتشخيص هذا، وهو في الرعايه في بطاقه في المستشفى. يعني طب ما هو ده ممكن برضو، يعني اقترح انه في اجراءات الدفن يتكتب كده ان هو قرر التبرع باعضاء قبل وفاته. بس احنا مش هنوصل للدفن يا فندم، بس احنا الدفن يبقى خلاص اتاخرنا قوي. يعني انت حضرتك هتاخد الاعضاء قبل ما يتدفن. هو في الرعايه المركزه يا فندم. لو اتدفن خلاص انتهينا. ده انت حضرتك بتتكلم على ساعات قليله قوي، انه ساعات عيانين بيقعدوا بالايام في الرعايات المركزه في حاله موت دماغي او موت غير علمي. طب يعني التشخيص لا يحدث الا في الرعايات المركزه للمستشفيات. نتيجه ايه؟ نتيجه حوادث طرق او غلطات ونزيف في المخ. دول السببين الرئيسيين للموت بذع المخ، وفاه ميتيه وحديث الوفاه كلها مرافقات لنفس الحاجه. اساسهم حوادث الطرق اللي بتقل الحمد لله في العالم. ايوه. و النزيف في المخ او جلطات المخ. دول السببين الرئيسيين
للوفاه الكلينيكيه التي تشخص في مكان واحد، ليس في المنزل ولا في الشارع ولا في الرعايه المركزه في المستشفيات العامه في الصحة. احنا محتاجين كم؟ انا بتكلم قدامي رقم انه 70,000 مريض لحد 2030. يعني دي ارقام اكسترا بوليس تقديريه قد تقل وقد تزيد، ولكن الاكيد ان احنا محتاجين اكثر كثير من المتاح. غير الاعضاء التي لا نزرعها على الاطلاق ومحتاجينها زي القلب والرئه. ولا مصدر لهم الا المتوفي الحديث ولا يمكن المتبرع حي. اذا هناك اعضاء لا يمكن المتبرع حي، فدي محتاجينها كلها. ومحتاجين نعظم الاعداد في الكبد والكلى نتيجه الاحتياج الزائد والمعروض الناقص. ولا سبيل لهذا الا برضه المتوفي الحديث. هو المفروض كم عضو يعني طبيا يصلح نقلهم او زرعهم من المتوفين حديثا للمرض؟ حيويه وهو القلب، أيوة. الرئتين، الكليتين، الكبد، البنكرياس، الامعاء. الكبد، الاعضاء الحيويه، امعاء. انما في كمان زراعه الانسجه، المتوفي الحديث، القرنيه. والقرنيه برضو القلب طبعا. زي صمامات القلب. دي انسجه ليست اعضاء. ايه اللي بقى اللي بيصرف عليها؟ بنوك. البنوك بتبقى للانسجه وليس للاعضاء الحيويه. الاعضاء الحيويه بتتشال عشان تتزرع على طول في خلال ساعات قليله. انما البنوك بتبقى للانسجه. طيب دكتور، انا معلومه بس عندي كده، انا اسف ان انا معطل حضرتك، بس في معلومه عندي كده انه في جامعه عين شمس وحضرتك رئيس الجامعه، وخليني يعني اشيد بكل الاجراءات اللي بتقوموا بيها في جامعه عين شمس وعلى راسها حضرتك، يعني في جهود لنقل الرئتين مش كده جوه الجامعه، او لنقل او لعمليه او لزراعه اول عمليه للرئتين في جامعه عين شمس. انا مش سامع كويس يعني. عمليه رخيصه جدا ومن كبرى في مشكله في الصوت يا شباب. طب انا كان عندي بس سؤال اخير. هو مسافر؟ احنا اسفين. لا انا يعني اسف. طب لو نقدر نجيبه بس سؤال اخير، باعتبار ان هو من ابرز اعضاء اللجنه العليا زراعه الاعضاء ومن رواد زراعه الكبد. طيب دكتور متين، انا اسف، انا ما اعرفش ان حضرتك مسافر، انا اسف، فبعتذر لحضرتك. انا عندي بس سؤالين بخصوص زراعه الرئتين. هل في اول زراعه رئتين في مصر؟ هل في جهود في جامعه عين شمس لهذا الامر؟ ان شاء الله باذن الله موجوده. متوقع امتى؟ يعني مش قادر احدد ميعاد الموعد بالظبط، لكن هتكونوا اول من يعلم بيها ان شاء الله. طيب سؤال اخير، هل الـ اعضاء اللجنه العليا لزراعه الاعضاء، هل يعني متاح ان هم يكتبوا في بطايقهم او في او حاليا دلوقتي هم من ضمن الناس اللي اعلنوا تبرعهم باعضائهم؟ طبعا يا فندم احنا لازم نكون القدوه في هذا. يعني اللجنه العليا كلها يعني اقترحت هذا الامر ووافقوا عليه؟ ايوه طبعا. طيب يعني طب ده حضرتك بقى، طب ما خدوني معاكوا يا فندم بقى. أوي يا فندم. لا والله بجد خدوني معاكوا، طالما حضرتك بتقول انه لا طبعا الامر ده متاح، وانتوا بتعملوا هذا الامر. خلاص شوف لي الاجراءات ايه، وانا واحد من الناس انضم لحضراتكم. جدتك وفريقك كله. اتفضل يا فندم. جدتك والفريق بتاعك كله ان شاء الله معانا. والفريق بتاعي انا مش عارف اذا كان الفريق بتاعي مريض ولا لا. انا بشكر حضرتك يا فندم، وتروح وتيجي بالسلامه باذن الله. شكرا. بشكر حضرتك. اتفضل. دكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس. طيب خليني نقننها كده عشان بس احنا يعني هو الراجل بيقول لي ان احنا كل الاعضاء اللجنه العليا لزراعه الاعضاء شغالين في هذا الامر. طيب انا بـ 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 مش تراجع في هذا الامر، لكن هشوف الاجراءات الطبيه ايه في هذا الامر، وايه الاعضاء السليمه اللي عندي انه ممكن. لكن في العموم انا بعلن حاليا قدام حضراتكم انه
لا مانع عندي من انه قبل الوفاه لو الاجراءات بقى بعد الوفاه، انه يعني ربنا يدينا طول العمر كده وعيش لحد 150 باذن الله. فانا متبرع بالاعضاء والفريق كمان. لا قولوا لي، لا ابراهيم الطيب مين وسام محمد سامي موافق، وسلمى موافقه، وطارق العيسوي، عبد العليم من بنا خلاص، عبد العليم، عبد العليم عامل من بنا، عبد العليم عامل عامل يعمل زراعه شعر. احنا عدينا دلوقتي اربعه من مريم، ومريم مشري ماشي خلاص يبقى كده، ومانجي. امال فين سيد الناس؟ اختفى. ويحيى على الله فين برضو؟ كله مختفي. طيب يبقى احنا ده كلام نهائي، ده كلام نهائي. جابر القرموطي، انا بتكلم على اعضاء منشط هيتبرعوا باعضائهم خلاص. جابر القرموطي عند ابراهيم الطيب رئيس التحرير، محمد سامي مدير التحرير. محمد سامي موافق ولا لا؟ محمد سامي انت اعضاء جامد انت، انا عارف. وبعدين سلمى عامر، طارق العسوي المخرج، مريم مشي مساعد مخرج. ما يا مريم موافقة؟ يا مريم بتاع مريم لحسن تقفل عليا الهوى، موافقة يا مريم ولا مش موافقة؟ طيب موافقة مريم مش موافقة، وعبد العليم عامل من بنها، فهنسيب عبد العليم خلاص، مش هنتجه إليه خلاص. عبد العليم انت براء من الموضوع ده، لكن احنا بكامل قوانا العقلية وبكامل إرادتنا، أنا بقول لحضراتكم أنا وأعضاء الفريق، أنا مش بوردكم والله، بس أنتوا اللي طلبتوا، لكن أنا ما عندناش أي مانع. مانجي برضو معانا مش كده؟ ماشي. هي الفكره في ايه يا فندم في الموضوع؟ انه ممكن اخويا، ممكن اخوك، ابنك، ابوك، بنتك، حد عزيز عليك، جارك، اي بني ادم ممكن يكون محتاج للمساله دي. يعني انا مش عاملها فرقعه، يعني ما يقول لك القرموطي وفريق العمل يتبرعون، احنا بكامل قوانا العقليه وبكامل ارادتنا هنشوف الاجراءات دي وهنمشي فيها، مفيش مشكله. لو انا مطلوب ان انا في بطاقتي هكتب موضوع انه هل تتبرع بالاعضاء؟ نعم اتبرع بالاعضاء. انا مش بعمل حمله، لانه في كتير من الفنانين وكتير من الشخصيات العامه، زي ما قال الدكتور المتيني انه كلنا هنموت بقى ونندفن ونخش بالتراب واعضائنا هتتحلل والدود هياكلها. انا مش بسود الدنيا، بس الطبيعي بقى ان انا احيي اخرين. تقرير الموضوع كله، لان انا دلوقتي انا لو تعبت دلوقتي واحتجت نقل اعضاء، احتجت نقل رئه، نقل قلب، نقل ده انا حته فسفوسه بتاعه القلب دي، يعني رحت المعهد القلب والاساتذه والدكاتره هناك في معهد القلب، بقيت ماشي الدنيا كلها شايف انها هتتهد حواليا، وانه انا هموت، ده انا مش عارف ايه، ده انا بتاوي عمليه فتفوت صغيره بتاعت حاجات كده، قسطره صغيره من فوق. الدكتور رمسيس بشكره شكر جزيل عملها لي من فوق، ومع هذا انا رايح شايل هم الدنيا وهو الاخر. فتخيل انت حضرتك بقى ما تكون ده، انت محتاج نقل زراعه اعضاء، عمليه نقل زراعه، عندك عضو بايظ فانت بتنقل سواء كبده او كلى او قلب او رئتين او بنكرياس او امعاء زي ما تفضل الدكتور المتيني. خلي الامور في اطارها الطبيعي جدا ارجوكم. واحد يقول لك انا قبل ما اموت، انا لما اموت هينقلوا الاعضاء، يا عم انت بتحيي ناس، والازهر والكنيسه اجاز الامر من 2010، من 2000 احنا مت خلاص، يعني انا مت خلاص. في دول جنبينا وقريبه مننا جدا جدا، وبتطبق ده من سنين وشغاله، ودول يعني انا بتكلم ما فيش داعي اذكر اسماء، لكن في دول انت حضرتك ما تتوقعش انها تعمل ده وبتعمله. لو في رفض ديني، ولو في الدين رافض ولا اخره، كان رفض وقال لك لا. في ناس هتطلع تقول لك لا ده زرعت اعضاء حرام، لا ده مش عارف ايه ده بتاع الامر، زي ما اقول لحضرتك كده الازهر والكنيسه افتوا في هذا الامر وحسموا. فارجو انه الكلام اللي قاله الدكتور المتيني انه في دراسه من جانب اقتراح قدموه،
وبتدرسه دلوقتي بكل احترام وزارة الداخلية، أو بيدرسه السيد وزير الداخلية والفريق اللي معاه، ولما تقول وزارة الداخلية هذا الأمر أو لما تقول الدولة هذا الأمر يبقى من العندي قبل العندي تطبق المواطن. والدكتور المتين قال حاجة مهمة جدا، قال من ضمن الاقتراحات إن احنا قلنا لو كل الناس قالت لأ نحترم الإرادة. طب لو حضرتك قلت وافق وجات أسرتك قالت لأ، قال لك برضو نحترم هذا الأمر. الموضوع بهدوء، أرجوكم بهدوء، يتاخد كده، احنا مش عايزين نعمل فرقعة ولا أكره، ولا احنا بنقول حضرتكم تجروا، ولا احنا في الإطار العام كده احنا بنعمل توعية. والدكتور المتين اتكلم في الموضوع ده قبل كده، والدكتور ودكاتره كتير جدا اتكلموا في الموضوع ده، والدكتور مجدي يعقوب اتكلم قبل كده، وزير الصحه اتكلم النهارده في البدايه، كل دول اتكلموا، والدكتور عبد العال برضو اتكلم قبل كده، عمرو عبد العال رئيس الجمعيه المصريه لزراعه الكبد، كل الناس دي، والدكتور محمد غنيم عميد يعني من فطاح زراعه الكبد في مصر، مزرعه الكلى في مصر، والمركز العظيم اللي عنده في المنصوره. اذا اللي انا بقول لحضراتكم عليه احنا مش بنبتدح حاجه، ولا احنا عايزين ناخد يعني لا مؤاخذه يعني نخسف بالناس، لان انت مت انا مت، بلاش انت انا مت، خلاص مت خلاص عند ربنا، بقى جثتي بقى تخش وتتحلل وتعمل وبتاع وكلام انت، لا طب انا اعمل خير يا اخي قبل ما اموت، قبل ما ادفن قصدي يعني. وبعدين الموضوع بيتم تعامله بشكل طبي آدمي إنساني، بيحترموا آدميتك بيحترموا إنسانيتك، مش ممكن هيجي كده بمصر تروح واخد الحاجة وروح، لا يا فندم مش كده خالص، وتقول لي انت هاك حرمة الموتى ولا آخره، زي ما بقول لحضرتك تاني هيتاخد الأمر بشكل علمي بشكل إنساني بشكل آدمي. انت حضرتك مستغرب يا فندم، انت مش حاسس بحاجة، انت مت خلاص، آسف يعني أنا مت خلاص، انا موت خلاص، احس بايه خلاص بقى، لو هندفن وهتتحلل. فبهدوء كده ناخد هذا الامر، وانا في منتهى الاحترام والتقدير لكل انسان ولكل بني ادم ولكل حريه، انت بحضرتك زي ما بتنادي شوف حضرتك انت عايز ايه واعمله. وفي البطاقه زي ما قلت حضرتك تاني، هل توافق على نقل الاعضاء؟ نعم لا، ما فيش نعم وافق، ده هي نعم لا، دي هتبقى موجودة في البطاقة لو أجازتها وزارة الداخلية ولو نظمتها الدولة في هذا الإطار حسب الدكتور المتيني، وهو رائد من رواد زراعة الكبد في مصر وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء. خدنا وقت مهم في هذا الأمر، لكن أعتقد أنه محتاجين في 70,000 مريض، والدكتور المتيني بيقول احنا مش 70,000 بس، ده فوق العدد ده بكتير، نقول مثلا 100,000 120,000 مريض لو هذا الامر مجتمعيا لقينا نفسنا بننظمه بنقننه بنتبناه، عندنا اشراكه كده في هذا الامر، خلاص احنا متنا لا يبقى نتبرع، ما فيش مشكله فيها، تخيل حضرتك ما فيش مشكله فيها، والله ما في مشكله. ف كل واحد طبعا حر في 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 هذا الامر، وكل واحد حر في 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 جسمه سواء تبرع او لم يتبرع، لكن في الاول والاخر هي مبادره مجتمعيه زي ما قلت لحضراتكم، انا وفريق العمل واسماءنا قلتها بكل ترحاب نتبرع باعضائنا بعد وفاتنا على طول، انا مستعد لهذا الامر، ومش بقوله فرقعه ولا حاجه، لا انا بنحاول بقدر الامكان ان نقول لحضراتكم ان الامر مش صعب، لانه مش بياخدوا منك وانت حي، ده بعد ما ماتك على طول. اخد فاصل وارجع لحضراتكم. عدنا لحضراتكم، قبل ما اخش على الموضوع اللي بعديه على طول، أنا بس في بعض الأسئلة، عشان أنا بحترم أي حد بينتبعنا فبيكون لي أي استفسار فمنخلصه أول بأول كده. الأستاذ نصرة علي سعد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابع معاكم التبرع بنقل الأعضاء من المتوفى، وبناء على رغبته هل هي مشروطة بسن معين أصغر من وأكبر من؟ طيب الأستاذ نصرة بيتكلم في حاجة كتير جدا من الناس ممكن يعني تيجي في دماغها. اللي بيحصل يا فندم
احنا سألنا برضو حد متخصص وقال ان اللي بيحصل انه لما البني ادم بيموت بيخش في غرفة معينة بتبقى مجهزة طبيا، مش اي غرفة كده ولا حاجة، لا بيخش هذا المتوفى او هذا الشخص الى او الجثمان بيخش الى هذه الغرفة بناء على رغبته وبناء على رغبة اسرته، خلاص بيخش بيشوفه في كل مستشفى بيبقى في الغرفة دي خلاص هتبقى موجودة، فبيشوفوا ما يصلح للنقل والزراعة، ما يصلح لنقله وزراعته، سواء بقى حضرتك كبير في السن أو صغير في السن، هو اللجنة اللي هتحدد. ممكن حضرتك تكون صغير في السن، فاللجنة هي من اختصاص هذا الأمر. زي ما قلت حضرتك أستاذ نصرت، هي مش ملهاش علاقة خالص بسنك كام، هي لا علاقة بجودة وصلاحية العضو اللي هينقل. ممكن حضرتك يكون سنك مثلا 80 سنة وأعضائك زي الفل سليمة وانت راجل معافى تماما، ممكن يكون شاب عنده 20 سنة وفي أمراض الدنيا كلها، فهنا ما ينفعش وهنا ينفع. فهو الموضوع هو جودة الأعضاء نفسها، واللجنة دي بيبقى فيه بقى سيستم كده قدام موجود عندها بتشوف مثلا أنا توفيت فعندي رغبة في نقل أعضاء أو كتبت النقلة دي، فبيشوف العضو الأعضاء اللي عندي إمكانيتها إيه. مثلا عندي الكبد بيشوفوا أحدث، يعني اللي المفروض واحد ملح جدا تتنقل له الكبد دلوقتي حالا، يتنقل له حالا النهاردة بكرة، ما فيش يعني إن ما تنقلوش هذا الأمر ممكن يموت. فمن هنا السيستم بقى بيبقى شغال جدا في اللجنة في وشفافية كاملة. ممكن يكون العضو اللي هيتنقل له، الشخص اللي هيتنقل له الفص الكبد ولا الكلى، ولا ممكن يكون في أسوان، ممكن يكون في أسيوط، حسب الشاشة اللي موجودة قدامي دي بقى ملغي فيها الواسطة، ملغي فيها تدخل من حد، ملغي فيها مسألة توصية، ملغي فيها الكلام ده تماما، ما فيش حاجة اسمها. لأنه ممكن واحد أصيب في حادثة، حصلت له حادثة وتوفى، دخل المستشفى توفى في 10 دقائق ربع ساعة، خلاص سر الإله طلع، بيخش وهو عنده رغبة في نقل أعضائه، بيخش الغرفة دي بيشوفوا عملية نقل إيه الأعضاء الجاهزة اللي عنده، بيشوفوا المريض المحتاج لهذا الأمر، مريض ملح يعني، فبينقلوا له المسألة دي على طول. وزي ما قلت لحضرتك أو زي ما قلت لحضراتكم، لأنه في كتير جدا حقيقة يعني عشان الحلقة بس ما كناش مركزين عملية نقل الأعضاء، على تويتر برضو في أكتر من سؤال في هذا الإطار، لكن عشان مش تخصصي فمش هعرف أجاوب هذا الأمر يعني. لكن الموضوع في منتهى الأهمية والشفافية، وفي نفس الوقت برضو بيدينا بعد إنساني وآدمي حلو، وفي ضمير في المسألة. وأنا متوقع اللي احنا بنقوله ده مش هيكون يعني على الأرض، لا في ناس يعني مش كده هيخش ملودي نطلع ملودي التانية، لا في إجراءات مهمة في الدولة بتتعمل، وإن شاء الله بإذن الله قريب هيكون التقنين على مستوى عالي جدا ويفيد كل الناس ويعمل حلحلة جوه العقلية أو جوه الأفكار اللي مغروزة جوه المجتمع في هذا الإطار. طيب في حاجة لطيفة برضو عشان ناخد بالنا منها لأنها تهم كل المواطنين، إيه هي بقى؟ عارفين حضراتكم ما تشتري علبة الدواء بيبقى علبة الدواء جواها نشرة، تبقى كده نشرة كده الواحد يفتحها كده يلاقيها قد كده، وطريقة الاستعمال وطريقة مش عارف ايه وطريقة التناول والأعراض الجانبية وأول آخر وبتاع وكلام من ده. قال لك من 2023 مفيش نشرة، برضو بهدوء كده عشان ما حدش يعني. طب ايه الموضوع؟ هيبقى في حاجة اسمها نشرة إلكترونية موجودة على العلبة من بره، موجودة على العلبة من بره، بيبقى لها باركود كده، حضرتك هتاخدها على الموبايل بتاعك وتصورها، واخد بال حضرتك زي اللي في باركود كده بيبقى موجود على الشاشات، او باركود بيبقى موجود على الحاجات المعينة على العلبة بتاعت الدواء، هيبقى موجود من بره. الباركود ده هتصوره هيطلع لك النشرة كاملة بتاعت الـ 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 الدواء دي، عشان تبقى صديقه للبيئه، الدواء يبقى صديق للبيئه والحد من استهلاك الورق، لان حضرتك في والله نشره
بتقد قد قد المصري اليوم، قد الاهرام، قد الاخبار، بلاقي النشره يعني مثلا قد الصفحه، يعني بلاقي النشره قد الصفحه كامله قوي. فمن من 2023 وبعدين بتاخد طباعه واحبار بتتكلف الورقه احيانا، النشره بتتكلف بجزء ويتحمل على المواطن. فما فيش نشره بعد كده في 2023 وداعا للنشره الداخليه بتاعه الدواء، هتلاقوا باركود على العلبه من بره، وهتلاقوا عليه كافه التفاصيل اللي موجوده في الدواء او الخاصه بالدواء، بيسموها النشره الالكترونيه، ويتم البدء ببعض المستحضرات المستخدمه في منتشرات بكر. خلوني اروح للدكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، يشرح لنا الموقف ده ببساطه كده. يا دكتور اسلام، ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، اهلا وسهلا. انا كده صح ولا عكيت؟ لا، زي الفل. زي طيب فندم، وضح لنا اكتر بقى الامر. هي ببساطه طبعا هي الفكره موجوده في بلاد اخرى، يعني هي فكره الكيو ار كود. يعني احنا طبعا في نشره داخليه، وزي ما تفضلت كده اوقات بتبقى كمان النشره كبيره جدا، والخط بتاعها كمان رفيع جدا، صغير اوقات بفونت 4 او 6. تمام. هي فيها كذا ميزه، يعني اول حاجه هو كيو ار كود بيتقري دلوقتي، كل الموبايلات فيها كاميرا بيقرا الكيو ار كود، فيقدر ان هو يشوف طبعا باي سايز او باي فونت يقدر يشوفه بسهوله. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي اشرت ليها ومهمه جدا، ان النشره الداخليه بتتكلف تقريبا ربع جنيه. ربع جنيه. كل يعني نضرب بقى ايه، يعني احنا تقريبا في الشهر لو في مليون علبه موجوده بنتكلم في 25 مليون بس نشرات داخليه. تمام. صديقه للبيئه طبعا، من الاخبار من غير ورق. وطبعا هي دي المرحله الاولى، ان احنا يبقى الموضوع موجود فيه كيو ار كود مكان النشره. ولكن طبعا الفكره كلها ان كيو ار كود كمان في المستقبل هيبقى مفيد جدا في فكره شخصنه الدواء. يعني اول ما منظومه التامين الصحي الشامل تتعمل، كيو ار كود كمان لو هيتصرف العلبه من جوه مستشفيات حكوميه، دي هتبقى المرحله الثانيه، يبقى طالع للشخص الجرعه كمان اللي هو المفروض ياخدها باسمه، والمفروض ياخد كام قرص وكام كبسوله زي ما الله الهند عملت مؤخرا. لا معلش، الحته دي تاني، يعني ده خطوه تاليه. الخطوه التاليه ان انا في مستشفى، انا كمريض في المستشفى بيدوني الدواء، الخاص بحالتي، وفي الباركود ده او الكيو ار كود اللي حضرتك بتتفضل بيه انه مكتوب عليه الجرعه، صح كده؟ بالظبط كده، باسم المريض. وكمان هيتلافى بقى فيها فكره ان ممكن ياخد الجرعه غلط، مش باينه في الروشته، وكل المشاكل طبعا اللي احنا عارفينها من الروشتات. والحاجه الثالثه، ودي بقى مهمه جدا، ان هيبقى فيها خاصيه التتبع اللي هي تراك اند تريس، ان انا بعارف الكيو ار كود بتاع العلبه يطلع لي اصل العلبه دي جايه منين. انت عارف طبعا مشكله الدواء المهرب والدواء المتقلده، والموضوع ده في العالم كله عامل مشكله. الكيو ار كود هيخلي لو في اي دواء مش متصنع جوه مصر هيبان على طول، او دواء مستورد، ان العلبه دي مش هي العلبه. يعني انت حضرتك بتتكلم على الدواء المغشوش والدواء المهرب واللي جاي بطريقه غير قانونيه، ده هيتقفش بقى هنا. ساعتها احنا محتاجين ان تقريبا حجم الادويه اللي موجوده بطريقه غير شرعيه، تقريبا نص حجم الادويه اللي موجوده بطريقه شرعيه. احنا كده حلينا مشكله حتى لمصلحه وصحه المريض، لان اوقات كتيره حتى الشخص بياخد الدواء هو مش عارف الفرق، المواطن ما يقدرش يعرف الفرق، العلبه دي اصليه ولا لا. دي هتبان في كيو ار كود، الكيو ار كود بيبين على طول المنشا. وابتدت بعض الشركات تحطها، يعني ابتدى في بعض الشركات تحط كيو ار كود للمنشا. وانا شايف دي اهميتها كبيره جدا في المصلحه بتاعت صحه الدواء اللي احنا بنديه للمواطن، وهيبقى عليها تاريخ الصلاحيه وتستخدم ازاي. فبالتالي دي خطوه مهمه جدا، احنا محتاجين باذن الله يعني مع تطبيق منظومه التامين الشامل ان احنا ناخد الخطوه الاولى في 23، بعد كده يبتدي التتبع كله لغايه ما تبقى المنظومه كلها تعرف حضرتك توجه لرقمنه. أيوة. المنظومه الطبيه. أيوة. كلها بحيث ان ما يبقاش فيه ورق ولا حتى في الدواء ولا حتى لما المواطن يروح يكشف، يبقى كل حاجه ماشيه بالكيو ار كود. ده طبعا هتسهل حتى عمليه جدا 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 من اول التشخيص جدا لغايه ما يروح يكشف لغايه ما يستلم الدواء. كل ده مر وهو واثق ان ما حصلش غلطه، ما حصلش مشكله ما بين التحاليل والعينات جداً مثلا جداً والدكتور ما بين الصيدليه. بيئه يعني انت صديق للبيئه جدا في المساله دي، في الاجراءات دي. وكل الاطراف استفادت حتى اقتصاديا زي ما قلنا، يعني 25 جنيه نشر الدواء، 25 قرش قصدي، مبلغ كبير جدا لكل علبه دواء تقريبا يعني. انا يعني مبسوط جدا من فكره النشره الداخليه دي بجد، ومبسوط جدا من اللي قاله الدكتور اسلام انه
موضوع الـ 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 النشر الالكترونيه الورقيه، وموضوع الكيو ار كود اللي بره اللي هيبقى على العلبه من بره، وفي تتبع للدواء ده جاي منين. اوبا بقى، اوبا بقى جدا يعني. يعني ده شغل احترافي عالي جدا، هيبين لك ان الدواء ده جاي من انهي مكان، رايح فين، جاي منين، متهرب، لا مش متهرب، لا. ما انا بقول لحضراتكم حاجات بسيطه، لكن يعني ايه زي بيقولوا كده، الخيط هيجر بقى. يبقى انا كده بعمل جهد متضامن مع كذا وزاره، مع كذا هيئه، مع كذا مؤسسه في اجراء واحد. زي موضوع البطاقه بتاعت ارغب في نقل الاعضاء ولا ارغب، لو عملنا ده في البطاقه ده اجراء واحد. فالدكتور اسلام عنان، انا بشكر حضرتك شكر جزيلا يا فندم. هل حضرتك عايز تقول اي حاجه للمواطن في هذا الاطار؟ فقط ان برضو ممكن يعني حاجه اخيره، يعني حتى للناس مثلا اللي عندهم مشكله في القراءه او مثلا ضعاف البصر، هو ممكن يسمعها الكتروني، يعني يقدر ان هو بالكيو ار كود يسمع الاسئله بتاعت النشر. دي برضو يعني حاجه بيسموها ادون، ينفع تتزود على كيو ار كود، برضو موجوده في باذن الله في الدوله المصريه في الخطه، فبحيث ان حتى برضو يعني الناس كفيف البصر مثلا يقدروا ان هم ساعتها حد يعمل له كيو ار كود يقدر يسمع، يقدر بالموبايلات يا سلام، يقدر يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. فان شاء الله انا 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 مبسوط ان حضرتك بتاخدني يعني والله كتر خيرك يا دكتور اسلام، كتر خيرك. انت حضرتك كده بتعمل المجتمع ككل بقى، مش 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 اللي هو المبصر بس، مش اللي هو لا، ده انت جايب اي حد عنده اعاقه ممكن ان هو انا بتكلم على الاعاقه بصريه او اعاقه بيسمع او الاخر، ده على الباركود هو يفهم، او الكيو ار كود ده هيفهم كل حاجه بالظبط بالموبايل بتاعه برضه بالظبط، مش محتاج حد يقرا له النشر، صح كده؟ ده صحيح، ده صحيح بالظبط كده. ربنا ان شاء الله تتطبق، يبقى الخطوه الاولى 23 وتباعا بقى يبتدي المميزات دي تتزود عليها باذن الله. الكيو ار كود في الاخر ما بيتكلفش يعني، يعني ما فيش اي تكلفه على المواطن، ما فيش تكلفه على المواطن. طيب الاستاذه نجوى سليم بتقول لحضرتك، استاذه نجوى سليم اسكندريه بتقول لحضرتك، طيب هل ده بيقلل برضو الاخطاء بتاعه الصيادله؟ ساعات بيراجعوا بيدوا دواء في روشته غلط، او بيصرفوا روشته غلط، او الاخر الموضوع الروشته ده، الروشته بتاعه المريض نفسه وهو داخل يصرفها من عند الصيدلي، ده موضوع كبير جدا. يعني احنا مثلا الاخطاء اللي موجوده في الروشتات لما بيتعمل لها تراكنج مثلا، اللي هي مثلا الدواء اتكتب بطريقه غلط، او الدوز اتكتب بطريقه غلط في العيان خده، او ان مثلا الدكتور خطه مش واضح وخلافه، ده كان بيسبب مشاكل اوقات كانت بتؤدي للوفاه. وفي دراسات في امريكا كل سنه بيطلعوا يعملوا تراك كده، هو في كام شخص مثلا مات او جاله تفاقم في الاصابات بسبب ان روشته مثلا اتقرت غلط، ده تغلبوا عليها ازاي؟ برضو بفكره ان انا عندي كيو ار كود، بعد كده عندي روشته الكترونيه، انا خلاص يعني هلغي، واتمنى ان ان شاء الله تحدث، يعني تحدث قريبا في مصر، نقدر نلغي ان اي دكتور يكتب روشته الالكترونيه، يعني الدكتور مش هيكتب بايده. يا سيدي طبعا لسه الخطوه هتيجي، لان طبعا طب بيعمل ايه الدكتور يعني من وجهه نظر حضرتك، او بخبره حضرتك واطلاعك على الخبرات اللي بره، الدكتور بيكتبها ازاي يعني، بيعملها ازاي يعني؟ بيكتب كود، يعني هو طبعا هو يقدر ان هو يختار على الكمبيوتر بتاعه الادويه ويكتبها. بعد شويه كل الدكاتره في اوروبا مثلا اتعودوا، هو مثلا الدواء الفلاني الكود بتاعه كذا، بقى بيكتب كود بيطلع له الروشته قدامه، والروشته دي سلام اوتوماتيك للصيدلي يحضرها عقبال ما البيشنت يروح. يا سلام على التحضر، يا سلام يا سلام على التقدم والتطور. انا شلت كل مشاكل غلطات اللي موجوده. نفس الكلام في التحاليل، يعني انا مثلا بدل ما المواطن بيروح يعمل تحاليل ويعمل اشعه وياخد ملف بايده ويروح الناحيه الثانيه ويستنى التقرير والدكتور يقراها، الكلام ده كله، حتى ملفات الاشعه ممكن تتعمل برضو كيو ار كود. هي المنظومه كلها اللي بيسموها هيلث انتجريتد سيستم، اللي هي ان شاء الله مصر ناويه تطبقها. مش همشي انا بقى شايل الاشعه كده ورايح الاشعه اللي قد كده وبتاع، كل ده هنتخلص منه باذن الله. يعني الخطه محطوطه باذن الله ان 2030 يكون المنظومه بقى اكتملت، يعني كل حاجه خطوه 2030 على 2030 باذن الله، ويتم رقمنه خطه التامين الصحي الشامل. بالظبط كده بالظبط. ربنا يخليك يا دكتور، بشكرك على يعني على يعني البهجه اللي انت يعني الحقيقه سببتها لي من مساله ان احنا نتخلص من كل هذه الامور
في بتاع صغيره كده بتتحط على الجهاز، وعن طريق التقدم او التطور التكنولوجي اللي احنا موجودين فيه ده، فممكن اي حد من اخواتنا وحبايبنا اللي عندهم اي مشاكل بصريه او اي مشاكل سمعيه ممكن ان هم يستفيدوا من هذا الامر عن طريق الموبايل، او يصوروا المساله دي ويسمعوها او يشوفوها بعينيهم يعني. انا بشكرك يا فندم، شكر جزيل الدكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الأوبئة. ده حاجة عظيمة جدا اللي النهاردة الحلقة مبهجة الحقيقة يعني، خليني كده أقول فيها كده حاجات تفتح النفس يعني بجد يعني، فيها حاجات كده إيجابيات وكلها تصب في مصلحة المواطن بإذن الله. طيب المدارس التكنولوجية الطبية، طيب في خبر كده هقوله لحضراتكم وزملائي يعني مصممين ان انا قبل ما اخد الفاصل اقول لحضراتكم، لدعم التعليم الفني انشاء مدرسه للتكنولوجيا التطبيقيه لزراعه التمور بالجيزه. وزاره التعليم بتوقع بروتوكول تعاون لانشاء مدرسه للتكنولوجيا التطبيقيه للبني. دي من المجالات اللي حصل فيها طفره برضو. خلي بال حضراتكم احنا التعليم الفني في 80% من مناهج التعليم الفني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي هي القديمة، انسف 80% من المناهج كل سنة وانتم طيبين. بعمل عملية إعادة هيكلة للتعليم الفني. سيادة الرئيس لما كان في 2016 2017 2018 في ظل الزيارات اللي على مدى 3 سنين الحقيقة فكر مرة ومرة ومرة ومرة، وكان بيجتمع بالمسؤولين في الدولة فقال لهم والله أنا كنت في إحدى الدول واطلعت على تجربة التعليم الفني في 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 دول كتير وعايزين نغير هذه المنظومة. اتغيرت هذه المنظومة إزاي؟ إن بقى عندي مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية للذهب، مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية للسيارات، ودي بياخدها رجال الأعمال بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا الإطار، مدرسة كذا 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 للاتصالات، مدرسة كذا وهكذا. فبقينا ماشيين في هذه المنظومة بطريقة احترافية جدا، وبيخش هذه المدارس متفوقين جايبين في الإعدادية 90% و95%، ما بقاش بيتشعلق عشان تخش الثانوية العامة، ما عادش الكلام ده. التلميذ موهوب او الطالب موهوب، تعالى يا عمي في مدرسه لصناعه الذهب او لتعليم صناعه الذهب في العبور، تعالى يا عمي في مدرسه للسيارات تبع غبور في 6 اكتوبر، تعالى يا عمي في مدرسه بخصوص البتاع ده التكييفات والاجهزه الكهربائيه واول اخره تبع الحاج محمود العربي في الاليوبيه، وهكذا وهكذا. يبقى إذن الدولة فتحت مجال عظيم وكل ثقة واحترام مع القطاع الخاص. إيه البهجة اللي احنا فيها دي؟ لا دي بهجة فعلا. تخيل انت بقى في زراعة التمور، حضرتك هتقول لي هو زراعة التمور وإيه يعني زراعة؟ لا يا فندم، ده انت من أكبر مصدري التمور في العالم ومن أكبر منتجي التمور في العالم. ما احنا كنا عملنا حلقة عن التمور والحصاد وهو الآخر، كنا عملناه مع عمي احمد الدريجل، مش كده؟ مش كده ابراهيم؟ كان الحاج احمد الدريجل والحاج محمد الدريجل والناس روحنا عملنا معاهم اللي هم يعني ايه من ضمن الناس اللي عندهم زراعه التمور بصوره عاليه جدا يعني. فالخبر ده من ضمن الاخبار الحلوه انه في مدرسه لتعلمك او انت عندك فكره في هذا الامر فتعالى بقى نطورك ننميك. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ الدكتور اسلام كان بيتكلم على موضوع الـ الـ التأمين الصحي الشامل. انا عايز اقول لكم ان اول ما بشوف كلمة التأمين الصحي الشامل اللي انتوا حضراتكم بيبقى عندكم كده يعني غصة هنا كده من كلمة التأمين الصحي، عندكم غصة كده تحس كده انه الدنيا مش كويسة. لا يا عم انا مش رايح التامين، لا التامين الصحي ده مستشفى التامين الصحي هنا بتاعه الكلام ده. انا يعني بتعشم من ربنا سبحانه وتعالى انه يطبطب علينا الفتره الجايه دي كلها. ف
الفترة اللي جاية دي بكل مشاكلها، بكل عقباتها، بكل صعوباتها، بكل سلبياتها، بكل إيجابياتها، إن إحنا نوصل لمرحلة متقدمة جدا في حاجات معينة. الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، بالمناسبة يعني ده صورته قدام حضراتكم اهي، تم التجديد ليه لمدة 4 سنوات هو ومجلس إدارة الهيئة، فنبارك له هو والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة والسادة أعضاء مجلس الإدارة. والحقيقة من الحاجات الجميلة إنه هذا الرجل والدكتور هاني راشد وكل العاملين في هيئة التأمين الصحي الشامل أو هيئة الرعاية الصحية بكل احترام وتقدير، لأنهم عاملين شغل غاية في الجمال، وإن شاء الله الشغل ده نقول لحضراتكم 2030 بإذن الله، نهايته 2031 بالظبط هتلاقوا شكل تاني للرعاية الصحية في مصر. بدأناه بثلاث محافظات أو 4 محافظات اللي هي إسماعيلية، محافظة الأقصر، محافظة بورسعيد، وانضمت ليها محافظة جنوب سيناء عشان كوب 27 والجمال والروعة اللي موجودة في جنوب سيناء بعد هذا المؤتمر. ألف مبروك للدكتور أحمد. ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم. مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا المستمرة لفعاليات قمة المناخ كوب 27 اللي وصلت لمحطتها الأخيرة، وبالتأكيد خلال القمة كان هناك عدد متنوع من الموضوعات تم مناقشتها وتم وضعها على جدول أعمال هذه القمة، مثل ملف المياه والطاقة والتمويل والتنوع البيولوجي وغيرها من المواضيع المختلفة. كان لنا لقاءات مختلفة مع عدد من الخبراء والشباب اللي وجودهم في هذه القمة مهم بالتأكيد. تعالوا نسمع آرائهم وأطروحاتهم في الموضوعات اللي تم مناقشتها خلال القمة. ما تم خلال هذا المؤتمر من نقاش، من جلسات حوارية، من لقاءات ثنائية، هو ينم حقيقة عن المستوى العالي للتنظيم وعن الجهود المبذولة. في رأينا أنه المؤتمر نجح نجاح عالي في جمع وتحريك الجهود لوضع طموح أكبر في مسألة خفض الانبعاثات، وكذلك توحيد الجهود في سبيل نقل التمويل، نقل التكنولوجيا، تعزيز بناء القدرات، وكذلك تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة في المنطقة. والله نحن نفتخر جدا بكل الإنجازات التي تقوم بها جمهورية مصر العربية الحبيبة طبعا، واعتقد انه حقق نجاح من ناحيه انه كوب افريقيا ونوعيه المواضيع والمشاركه المتميزه في هذا الكوب. كشباب لازم نشوف كل الاهداف مالتنا ونشوف ان التغير البسيط في عاداتنا اليوميه والتغير البسيط في ممارستنا حياتنا راح ياثر على المجتمع وراح ياثر على اهداف بلادنا. الحمد لله تواجدنا في كوب 27 مع دوله الامارات تواجد فعال وتواجد ممتاز ومميز من نوعه، والحمد لله نحن كجامعه زايد ونادي كلنا البيئي متواجدين وحاضرين كل المحاضرات والمناقشات، وخاصة وجودنا مع المركز الدولي للزراعة إكبا من دبي، تواجد فعال ولله الحمد أنجزنا الكثير، وإن شاء الله نشوف الشباب عنصر فعال في كوب 28. عدنا لحضراتكم في الفاصل كده، كان في مؤيدة واحدة مريم زميلتنا العزيزة عايزة تبيع العربية بتاعتها، يعني ده بضحك يعني، فواحد بيقول لها ايه اخد منك العربية واديك 2000 كيلو كل شهر، طب انت عم هتعيش قد ايه؟ هتعيش قد ايه؟ اقول لها اديك 2000 جنيه بدل هتعيش قد ايه؟ من اجمل الحاجات اللي دايما بتقلل التوتر انه العلاقه ما بين الشاشه والكنترول، وبالذات انه الكنترول ده بيبقى الموجودين فيه خلاص بقوا عرفوا اتجاهك فين، عرفوا رؤيتك ازاي، عرفوا حتى وقت ان جابر هيخس في الحته دي لا يقوموه، يعني تبقى حاجه لطيفه جدا يعني. اسلام قناوي ده زميلنا العزيز، ده اسلام قناوي، اسلام قناوي
انا كنت الاسبوع اللي فات شكرت المجموعه كلها، فزميلنا اسلام قناوي اللي بيعمل لنا الماتيريال بقى بتاع الشغل كله، قال لهم يعني تعملوا كل حاجه وتيجوا عندنا ما 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 مش عارف ايه. يا استاذ اسلام انت حبيبنا يا استاذ اسلام، كل الناس حبايبنا في الكنترول، وكل الناس ورا الكاميرات ليهم الحقيقه منه كل الشكر والتقدير، لان لولا دول الحقيقه يعني زميلنا طارق العسى وكده والمجموعه اللي معاه والاستاذ يحيى على الله حكايتي والناس دي كلها ناس زي الفل يعني، بشكرهم جدا شكر جزيل. طيب ابراهيم احمد زميلنا العزيز اللي بنتعود كل يوم خميس كده بنسهره معانا، بس سهره لذيذه كده بيدينا الخلاصه بتاعه يوم الخميس، اتجاه الصحافه رايح فين، والاجمل اتجاه المصريين ناحيه الاخبار ازاي، سواء اذا كانت اخبار عالميه اذا كانت اخبار محليه ونوعيه الاخبار نفسها. ابراهيم بقى شريك رئيسي معانا كل يوم خميس وبنتشرف دايما بيه. برحب بيك ابراهيم، اخبارك ايه؟ استاذ جابر على حياتك وعلى الساده المشاهدين، الحمد لله تمام بخير. رايحين على فين النهارده؟ والله احنا رايحين النهارده على كل خير، هنلاقي النهارده في الاخبار الاكثر قراءه عندنا النهارده تمام. رجعت تاني تتصدر المشهد الاخبار الكورونا واخبار الاجراءات الاحترازيه تمام. للكورونا وارتداء الماسكات رجعت تاني، هنلاقي ان اخبار الكوب 27 مسيطره على الاخبار تمام. الاكثر قراءه والاكثر تعليقا لدى المواطنين تمام. وهنلاقي الاخبار طبعا المتعلقه بالرياضه ومنتخب مصر والماتش الودي متابعين معانا جدا ومتفاعلين فيها برضو المواطنين. نيجي كده ناخد مع حضرتك اول الاخبار اول خبر الجريده الرسميه بتنشر قرار تحديد سعر بيع الارز الابيض الفاخر ب 18 جنيه للكيلو، وده وفق القرار اللي اصدره الدكتور مصطفى مدبولي تمام. في الجريده الرسميه منذ قليل تمام. هنلاقي عندنا خبر تاني خبر مصرع 21 شخص في الحريق اللي اندلع في مخيم شمال قطاع غزة وطبعا مصر اعربت عن خالص تعازيها، ربنا يرحمهم ورحمه الله، ربنا يرحمهم ورحمه الله، ربنا يرحمهم. زي ما قلت لحضرتك اهو في ثالث الخبر الاكثر قراءه عندنا على موقع اليوم السابع تمام. هنلاقي الخبر المدارس تناشد اولياء الامور التاكيد على ابنائهم الالتزام بارتداء الكمامات. طب ابراهيم انت استاذ برضه في الصياغه الطلاب. انت استاذ برضه في الصياغه، تبقى المدارس فضل. ولا التعليم فضل. الوزاره ولا المدارس؟ التعليم، ما هنا مش مكتوب التعليم. المدارس بتناشر من خلال وزاره التربيه والتعليم، يبقى قصدي اقول ان الخبر مع حضرتك ان الخبر يطلع وزاره التعليم يبقى اشمل تمام، صح كده يبقى تمام. بس لما حياتك تيجي تخاطب صح طبعا، بس لما حياتك تيجي تخاطب اولياء الامور مثلا بلغه بسيطه شويه ممكن نقول المدارس بتقول لكم خلوا بالكم شويه الاجراءات الاحترازيه، الاولاد هم جايين متفقين. الصبح الكمامات متفقين متفقين تمام. جلوب سكوبر جلوب سكر طبعا اللي هي 2022 محمد صلاح محمد صلاح الافضل في العام الحالي بتصويت جماهير تيك توك تمام تمام. هو راح استلم الجائزه وكده. الخبر المهم جدا عندنا مظبوط. هنيجي للخبر المهم جدا بعد كده، الرئيس السيسي يوجه بفتح فروع جديده للشهر العقاري خبر رائع وإتاحتها بالفترات المسائيه، وده حضرتك تناولته باستفاضه في اول البرنامج مظبوط. ده تسهيلا على المواطنين طبعا وان هم يلاقوا في كل وقت الشهر العقاري متاح. هنيجي عندنا الكوب 27، عندنا أمين عام الأمم المتحدة يعلن دعمه الكامل لجهود الرئاسة المصرية تمام. لمؤتمر كوب 27 ممتاز ممتاز. عندنا الذكرى التاسعة لاستشهاد البطل محمد مبروك مرعب الجماعة الإرهابية الله يرحمه ورحمة الله وسعه، أحد الأبطال اليوم السابع، أحد الأبطال والشهداء، أحد الأبطال والشهداء طبعا طبعا طبعا، واجه كتير طبعا من الجماعة الإرهابية الله يرحمه. عندنا نرجع تاني لأخبار الرياضة جلوب سوكر، كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم تمام. هنيجي الخبر تاني برضو رياضة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت ملعب جابر الأحمد في الكويت خلال مباراة المنتخب مصر اللي قبل ما يلعبوا ماتش بلجيكا الودي بكرة تمام. في الكويت الماتش بكرة في الكويت تمام تمام. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمصر الجديدة وجسر السويس بسبب أعمال صيانة
وده في مصر الجديدة، وده اللي هيتم من الساعة 8 مساء الجمعة لحد الساعة 4 فجر يوم السبت. تمام تمام تمام. نيجي الخبر تاني مهم وغريب في نفس الوقت. أستاذ جابر ومدمد الأكثر قراءة، استخراج فوطة جراحية مهملة منذ 7 أعوام من بطن مريض في المنوفية. وده طبعا المريض شعر بحالة إعياء، ان هو درجة الحرارة درجة الحرارة بترتفع معاه باستمرار ومش عارف ياكل. بس سبع سنين كتير قوي يا ابراهيم. ان في جدا جدا يعني هو سايبها كل ده ازاي جوه يعني. راح كشف في المستشفى لقوا ان في جسم غريب جوه بطنه 15 سنتي في 15 سنتي. فلما فتحوا لقوا وجدوا ان الجسم الغريب ده موجود في المكان بتاع العملية اللي عمل الاستئصال منها من 7 سنين. فتحوا لقوا فعلا الفوطة الجراحية ديت مهملة منذ 7 سنين جوه بطن المريض وتم استخراجها. عندنا في دراسة بتقول ان 3 أخماس سكان العالم اصيبوا بفيروس كورونا. ربنا الشافي يا رب، ربنا الشافي. ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة 1.41% ليصل الى ربنا يزيد. مستوى من ربنا يزيد. فبراير 20. ربنا يزيد يا رب يا رب ربنا يا رب دايما ربنا في ارتفاع يا رب ربنا يا رب. عندنا فيتوريا، منتخب مصر يجمع بين الخبرة والشباب ونقدر صعوبة مواجهة بلجيكا. رغم انها ودية بس برضو نلعب كويس. ماتش ودي بس ماتش مهم. لازم نلعب كويس. مهمة مصنفة عالميا. صحيح. مظبوط. صحيح. 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 الجهاز الطبي للزمالك يطمئن محمود حمد الونش بإمكانية عودته قبل نهاية. وعمل عملية ونجحت بإذن الله. الحمد لله ورجع امبارح من انجلترا بعد نجاح العمليه الجراحيه. ربنا يشافي يا رب. في عندنا خبر تاني مهم لوزيره الهجره، بتجيب على اسئله المصريين في الخارج بشان اعفاءات السيارات. تمام. والجمارك. تمام. والضريبه وكل الاسئله اللي بيطرحها المصريين بالخارج كانت معاهم وزيره الهجره. تمام. وجها لوجه. تمام. لقاح من فايزر يحمي الرضع وكبار السن من فيروس المخلوي التنفسي. اللي عليه مشاكل دلوقتي ده. مظبوط. ده برضو من ضمن الاخبار الاكثر قراءه. عندنا خبر تاني برضو عن انقطاع مياه الشرب غرب الاسكندريه مساء اليوم بسبب اعمال صيانه. حلو قوي. عند تنوع الاكثر انقطاع المياه في مصر الجديده وبسن السويس فيها توليفه مهمه. حلو قوي حلو قوي حلو قوي. وعندنا اول خبر اللي هو الخاص بالرز 18 جنيه زي ما قال رئيس الوزراء اسعار الرز. فده يعني الكوكتيل اللي بتدوه لنا كده ابراهيم من خلال الموقع الحقيقه بيدينا كده جرعه حلوه قوي لاتجاه الاخبار ورايحه فين وجايه منين. فده شيء بنشكرك عليه شكر جزيل يعني. معلش بنتعبك معانا كل من خلاله اتجاه القارئ بيبقى جداً مهتم بايه جداً شايف جداً ايه اهم حاجه اكثر جداً حاجه جداً. مظبوط. بشكرك زميلنا العزيز ابراهيم احمد رئيس التنفيذي لليوم السابع الجرعة اللي بيديها لنا كده في هذا الإطار. فبشكره شكر جزيل عليه. الأول يعني قبل ما أخد فاصل لازم أهني لاعبنا العظيم المبدع محمد صلاح على الجائزة اللي خدها. وأنا كان في بعض اللقطات كده وهو بيسلم على إبراهيموفيتش اللي هو طبعا لاعب السويدي العظيم، وراموس طبعا احنا عارفين قصه راموس اللي هو لاعب باسبانيا وبيلعب دلوقتي في باريس سان جيرمان، فعارفين الموقف اللي كان حصل بينهم بعد كده. لكن الكره حاجه والرياضه حاجه بتبقى ممتعه جدا. خلاص كل حاجه راحت وبيسلموا على بعض بكل الاحترام والتقدير يعني. المسائل دي لازم ناخد بالنا منها كويس. شكرا يا محمد يا صلاح على اسعادنا، وشكرا محمد صلاح على محبتك لبلدك. وفي جرعه كده جميله لما بنشوف تواجدك انت وكل المصريين في سواء والنني برضو بنشوفه في ماتشات، وربنا شفاه الحمد لله رب العالمين في ارسنال دلوقتي. فكل المصريين كل اللاعبين المصريين الموجودين في الخارج وفي الانديه الاوروبيه وفي الانديه العربيه ربنا يوفقهم توفيق كبير باذن الله. اخذ فاصل اخير وارجع لحضراتكم. عدنا لحضراتكم. احنا الحمد لله رب العالمين واصلين مع حضراتكم ان احنا بننزل للقرى والنجوع والعزب
في مصر احنا عندنا تقريبا 4700 قرية، بيتفرع من ال 4700 قرية 30888 عزبة وكفر وناجح، فرقم كبير. في الحاجات دي في إبداعات مصرية كده بتحصل ولازم تسليط الضوء عليها. احنا الحمد لله رب العالمين، ربنا بيوفقنا لو كل أسبوع أو كل أسبوعين نزلنا قرية أو ناجع أو الآخر، وفي كل المحافظات طبعا، بنروح البحيرة، بنروح شرقية، بنروح الدقهلية، بنروح الفيوم، بنروح اسكندرية. احنا الأسبوع اللي فات ده كنا في الغربية، الأسبوع ده قصدي كنا في الغربية. هنزل لحضراتكم بكرة من قلعة صناعة العسل، قرية اسمها حصة شبشير، دي في الغربية، ودي الأولى في تصدير عسل النحل. والحقيقة أنا يعني خليني أقول لحضراتكم كده، حتى الناس ما اكتفتش بأنها بتصدر عسل، لا، عارفين حضراتكم الشكل ده كده، يعني أنا جبته لكم كده، ده الشكل ده بكله كده بمشتملاته بيصنع جوه القرية بالشكل ده، يعني ده البرواز ده بيصنع جوه القرية، وهتشوفوه حضراتكم بكرة. الشمع ده من جوه القرية، واخدين بال حضراتكم، والصناعية موجودين جوه بيتعاملوا في هذا الأمر بكل ترحاب. يعني الشكل التاني اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم، إن الناس دي مش بتصدر منتج كده يجيب لنا مشاكل، بالعكس بقول لحضرتك إن إحنا عندنا نوع من أنواع الاحترام والتقدير لفكرة التصدير بالصورة المطلوبة. أدي قدام حضراتكم الأمر ماشي إزاي ورايح فين وجاي منين. أنا بحاول بقدر الإمكان أوصل لحضراتكم الصورة كما ينبغي أن تكون. يعني إمبارح رحنا، أول إمبارح رحنا، ودي من ضمن الحاجات يعني اللي لبسنا هذا الأمر كده اللي هو بيسموه القناع، لبسناه ودخلنا بيه للنحل. طبعا القناع ده لازم يكون المنحل، ودخلنا بيه للخلايا في هذا الأمر كده، وده الحقيقة من أفضل أنواع الأقنعة اللي بتتلبس في هذا الإطار. اتطورت الأقنعة دي، أنا في القرية عندنا كنا بنحط قناع كده صغير، لكن ده بيتبس. لكن إيه الجمال في هذا الأمر؟ إن زي ما بقول لحضرتك كده، إنك في على أسطح المنازل تلاقي منحل، تحت الأرض يعني في على الأرض في الجنينة بتلاقي منحل. ده مصنع، واخدين بال حضراتكم، ده مصنع جوه القرية. يعني حصة شبشير بتقول لحضرتك إن أنا مش قرية وخلاص، لا، يعني أنا يا شباب باخد هذه الصناعة من الألف للياء في قرية. القرية دي ليس بها كافيه، ليس بها قهوة، ليس بها مطعم، مش موجود. ولما سألنا فضيلة الدكتور خضر، وده عميد كلية القرآن الكريم وأحد أبناء القرية، يا دكتور خضر انتوا ليه مش عندكم الحاجات دي، ده موجودة في، قال لك لا، ده ممنوع عندنا في القرية. القرية اللي بيها تقريبا 100,000 شخص، بتقول لحضرتك احنا الحاجات دي مش موجودة عندنا، لانه مفيش شاب مش لاقي شغل. اللي هي الورشة اللي حضراتكم اللي احنا دخلنا فيها ده المنحل، هتلاقي حضراتكم في ورشة طبعا، دي الورشة اللي بيصنعوا زي ما قلت لحضرتك كده البرواز، بيصنعوا الخلية، بيصنعوا. هذا امر ينبغي الاشارة اليه بكل احترام وتقدير. الحقيقة انا بيسعدني طبعا الزملاء كله اللي على شبكات التواصل الاجتماعي، لما بنكون بنشتغل في الحلقه وزملاء يتابعوا معانا يعني. فانا على تويتر بالذات يعني باعتبار ان انا نشط في هذا الامر، ف ده زي ما اقول لحضراتكم كده، ده جوه بدوي هذا الجميل، هذا الصانع اللي جوه البيت. لو شفتوا حضراتكم بكره هبقى اوريكم كده، هتلاقوا صوابعه، معظم صوابعه متعوره، معظم صوابعه العقله اللي قدام دي طايره. هذا الجميل بدوي ده، والمجموعة اللي معاه ووالده ربنا يديله الصحة وطولته العمر، بيشتغلوا على المكان ده، مكان قديم. في الأول والآخر دي قرية متكاملة المهام كده في صناعة العسل. خليني أشكر في هذا الإطار علشان تويتر وأنا بتكلم إخواتي وحبايبي كده وزملاء المتابعين معايا في هذا الأمر،
بيتابعوا معايا الحلقه وبيتابعوا معايا جدا الحاجات اللي بتتكتب في هذا الاطار، فبشكرهم شكر جزيل. بس في حاجه لطيفه جدا، انه واحنا بنكتب الخبر كده او انا بكتب التويتايه مثلا وبحطها في الاطار، لما بت 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 بتتبروز بتبقى شكلها حلو. فخليني اشكر كل المتابعين لينا على تويتر، وبشكر نجوين سماحه جدا على متابعتها لينا، وفي نفس الوقت انها بتضفر لينا بعض الاخبار اللي بنقولها في هذا الاطار. فلكل شعب تويتر لنا لهم منا كل التقدير والاحترام، ونجوين سماحه وكل المجموعه اللي معاها وكل المتابعين اللي معانا على تويتر لهم منا كل التقدير والاحترام. اشوف حضراتكم بكره بكل الخير والتقدير والاحترام، وليله سعيده ان شاء الله. نشوفكم بكره في 11 مساء في حلقه جديده من منشده.